من الصحة نروح للتعليم، والصحة والتعليم طول الوقت بنقول أهم ملفين، أهم ملفين صحة والتعليم. طبعا الأهم من الاتنين الأمن، والملف الأمني طبعا الحمد لله لدينا ثقة كبيرة أنه بإذن الله يعني قواتنا الأمنية الجيش والشرطة قايمين بهذا الواجب على أتم وجه الحقيقة، وبيخوضوا هذه الحرب الشرسة ضد الإرهاب بالنيابة عننا كلنا كمواطنين. فلكن بالنسبة بقى للملفات الاجتماعية صحة وتعليم على طول. التعليم عشان نطوره، مش هينفع انك تفضل قاعد مستني تشوف القائم او يعني الموجود الشخص الموجود على رأس المنظومة التعليمية الا وهو وزير التربية والتعليم بيعمل ايه وقراراته ايه. في حاجات وانا لسه من حوالي اسبوعين تقريبا كنا بنتناقش في ظاهرة سلبية يعني في بعض المدارس، قلت الكلام ده، في حاجات وبعض الامور كده لو حضرتك فضلت قاعد وزير تربية وتعليم يجي يعني يجي لك سوبرمان، يجي لك باتمان، يجي لك سبايدرمان، يجي لك ما يجي لك، ما فيش حاجة هتتصلح لو احنا ما صلحناش بايدينا. وزير التربيه والتعليم بيضع الاستراتيجيه، ده دوره، يبقى عنده فيجن رؤيه، يضع استراتيجيه، يتابع، يباشر، يبقى عنده ساده نواب ومساعدين، يغير مناهج، يقلل الحشو اللي فيها، التكدس في الدروس في المدارس، كل ده تمام. ان دخل التكنولوجيا ازاي اللي هو موضوع التابلت اللي اتكلمنا فيه بقالنا سنه وشويه، كل ده تمام. بس في حاجات تانية بقى في النص كده صغيره، دي ملهاش علاقه والله خالص بوزير التربيه والتعليم. زي مثلا انه مدرس فاضل، مدرس فاضل يخلي او يؤمر او يخصب او ايا كان يعني الفعل ايه، هو الفعل انه خلى اتنين تلامذة يغسلوا عربيته. فيعني الصورة دي لقطتها سيدة مواطنة واقفة في شباك ما، شافت الاتنين حركوا، شايفين هما باليونيفورم بتاع المدرسة على فكرة. فايا كان بقى بعد انتهاء اليوم الدراسي في نص بتاع قبل الطابور الصباحي ايا كان امتى بقى، هو التوقيت مش دي المشكله. المشكله انه فكره انت حضرتك ازاي جبت الجبروت ده؟ انا مدرس، ودي على فكره المدرسه اللي حصلت فيها الواقعه دي، المدرس ده والطلبه دول مدرسه عبد الله النديم الابتدائيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ده يعني ماسكين الفوطه وبسم الله ما شاء الله يعني وش لا مش درجه مكنسه يا احمد يعني، لا يعني هو فوطه وشغالين والازاز من قدام ومندينا انا، ومش بعيد تلاقي الاستاذ طلع مثلا اللي هو ايه، لا المرايتين مش عاجبني عيد على المرايه. لا الحقيقه يعني احنا الواحد بيضحك لانه بيضحك من الغلب والله من المشاهد دي، شيء لا يصدقه عقل كما نقول. لكن الحقيقه الحاجه المبهجه في الموضوع او الحاجه الكويسه انه الفيديو ده لما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها بقت يعني بتعمل شير، اللي من باب الوجع واللي من باب ارسال استغاثه لوزير التربيه والتعليم واللي من باب السخريه وما الى ذلك. الحقيقه انه عرفنا انه الاستاذه سلمى الشاعر وكيل مديريه التربيه والتعليم في السويس اصدرت قرار بايقاف هذا المعلم عن العمل لمدة شهرين لحين الانتهاء من التحقيقات معه، لأنه كما قيل وحنتأكد من صحة هذه المعلومات أنه أكبر اتنين من التلاميذ في مدرسة عبد الله النديم الابتدائية أنهم يغسلوا عربيته امبارح الأربع، وفين بقى بحسب الخبر برضو داخل فناء المدرسة جوه المدرسة، خلوهم العربية وادهم الفطين وقال لهم اشتغلوا يا ولاد وريني الشطارة. خلونا ناخد هاتفيا الأستاذة سلمى الشاعر وكيل مديريه التربيه والتعليم بالسويس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كيف وصل اليكم هذا الفيديو وهذا الموضوع وحققته ازاي وعملتوا ايه يا فندم في هذه الواقعه؟ هو بالفعل تم نشر الموقف ده على مواقع التواصل الاجتماعي امس بقيام احد المدرسين بمدرسه عبد الله النديم باجبار طالبين من المدرسه على ان يقوموا بغسل سيارته الخاصه خارج ابواب المدرسه. ده خارج يعني مش جوه المدرسه؟ ماشي. لا مش جوه المدرسه، خارج ابواب المسجد. يعني هو برضو بيني وبين حضرتك ما فرقتش كتير قوي، اتفضلي. اثناء اليوم الدراسي طبعا ما فرقتش. توجهت النهارده الساعه 7:30 الصبح مع نائب محافظ السويس ولجنه من التحقيق من الشؤون القانونيه ومدير عام التعليم العام ومدير الاداره اللي تابع ليها المدرسه، وتوجهنا بالفعل للتحقق من الواقعه دي، واعترف فعلا المدرس ان هو قام بالواقعه. تم التحقيق في نفس الوقت، ولجنه الشؤون القانونيه اقرت دي مخالفه في حق الطفل حسب قانون الطفل الصادر رقم 12
لسنة 96 ان دي جريمة في حق الطفل، وان كمان المدرس اخل بالمخالفة طبقا لقانون العاملين اللي هو 81 لسنة 2016 المواد المختلفة بتاعته اللي هي 87 و 57 و 58 و 61 و 62 اللي هي لائحة العقوبات. فالشؤون القانونية اقرت طبقا للسلطة المختصة وهو معالي الوزير المحافظ ان هيتم ايقاف هذا المدرس شهرين واحالته للمحاكمة التقديمية لما فعله، وإحالة مدير المدرسة والمشرفين في هذا اليوم والأمن البوابة للتحقيق لما فعله هذا المدرس، وخروج التلاميذ من المدرسة لفعل هذا الموضوع يعني اللي احنا بنعتبر مشين يعني. طيب يعني أنا عندي هنا كذا حاجة يا أستاذة سلمى، أنا عندي هنا قانون الطفل، فكرة أن أنا أجبرت الطفل أن هو يعمل هذا العمل، وعندي فكرة بقى الالتزام الأدبي والأخلاقي أنه مدرس يجبر تلميذ على غسل سيارته أو على عمل أي شيء خارج نطاق التعليم أو المنظومة التعليمية. فأنا عندي هنا أكتر من زاوية بتكلم فيها. تمام معي. وهو دلوقتي موقوف عليه. طب معلش سؤال كده من باب الفضول يا أستاذة سلمى، إذا أمكن تقول لنا يعني لما عدتوا سألتوه كده أو لما تسأل يعني رده كان إيه؟ يعني ردوا ان هو الطلبة خدت منه المفاتيح. طب انت يعني ازاي ردوا ايه يا فندم؟ معلش عيدي تاني يا استاذة سلمى، ردوا كان ايه لو سمحتي؟ ردوا ان الطالب يعني المشكلة ان هو متعود ان الطالب يعمل له الموضوع ده بعد الدراسة، يعني هو مش اول مرة يعملها، فدي كانت مشكلة اكبر. عذر اقبح من ذنب كما نقول. طبعا طيب هستأذنك خليكي معايا يا استاذه سلمى، ناخد هاتفيا الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويسي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك زرت المدرسه النهارده مش كده؟ الحقيقه طبعا الواقعه بعد ما انتشرت امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لمكتب سياده المحافظ بعد ما حصلت بساعات، فسياده المحافظ فعلا كلفني النهارده الحضور للمدرسه. حضرت طابور الصباح وكان معايا الاستاذه سلمى الشاعر والشؤون القانونية للتحقق من الواقع، لأنها بتمس كرامة الطفل في المقام الأول حتى بغض النظر عن إجبار من عدمه. الولد بيعمل ده قبل كده، بيشتغل أو ما بيشتغلش بره المدرسة جوه سور المدرسة، في النهاية ده تصرف معيب جدا، يعني مش ممكن أبدا هيحصل تهاون مع أي مخطئ في المنظومة التعليمية يشوه مجهود يعمله معلمين محترمين كتير جدا. بناء على تكليف سياده اللواء مجيد صقر نزلنا فعلا الصبح النهارده اتكلمنا مع المدرس، واعمالا للماده 63 من قانون 81 لسنه 2016 تم وقفه عن العمل لمده شهرين، حالته للتحقيق، والتحقيق مش بس مع سياده الاستاذ، كمان مع مدير المدرسه ومشرف الامن، لان الواقعه دي حصلت اثناء اليوم الدراسي. واضح من الفيديو ان الولاد لابسين لبس المدرسه، لابسين اليونيفورم يا فندم. فعلا طبعا يا فندم، وبالتالي اي حديث عن ان ده بره اليوم الدراسي او جوه اليوم الدراسي ده يعني تشوف التحقيق، احنا دوله قانون، لكن في النهايه غير مقبول ابدا ابدا ان يهان الطفل بهذا الشكل. استاذه سلمى اتكلمت عن قانون الطفل يعني، والموضوع ليه أكتر من بعد قانوني. طيب أنا ليا سؤال لحضراتكم دكتور عبد الله وأستاذة سلمى. بما إن إحنا دلوقتي يعني بننشد والدولة جاهدة بقى لها سنوات الحقيقة بتعمل على فكرة تقوية مؤسسات الدولة، وأنا عارفة إحنا 100 مليون، فإحنا عندنا محافظات وقرى ونجوع، عندنا عدد كبير من المدارس، وعندنا مشاكل كتيرة قوي كبيرة قوي، وطلبة بتضرب بعض، وعندنا لسه طلبة في المدرسة بيشربوا سجاير، وعندنا بعض المعلمين بيسيئوا التصرف طبعا وأدبيات المهنة وما إلى ذلك، فعايزين نشتغل. إزاي كمحافظة وكمديرية تربية وتعليم أقدر إن أنا أعمل يعني مش عايز اقول كنترول لان انا في حاجات مش هعرفها غير لما تحصل، بس اقدر اعمل نوع من التوعيه او اقدر اعمل نوع من السيطره على مجريات الامور، يبقى طول الوقت المدرسه بمديرها بناظرها بطلابها بمدرسينها عارفين انه انا عندي رقابه سواء من مديريه التربيه والتعليم من المحافظه. ازاي يا فندم اقدر احقق ده؟ طيب زي ما سيادتك تفضلت في البدايه ان الوزاره بتحط السياسه العامه للعمل المناهج الى اخره، لكن تفعيلا للامركزيه التوجه الموجود للقياده السياسيه والحكومه، المحافظه عندنا توجيهات اللواء عبد المجيد صقر مش دي اول مدرسه نزورها،
احنا عملنا خريطه للادارات التعليميه الثلاثه الموجوده في السويس، اداره الجناين وشمال وجنوب، بعدد المدارس الموجوده في كل اداره، بالتعاون مع المديريه الموجوده نعمل زيارات ميدانيه مكثفه، مش بس قبل بدء العام الدراسي، اثناء العام الدراسي دلوقتي واحنا شغالين. يعني احنا النهارده كنا في المدرسه دي عشان حصلت المشكله استجابه ليها، لكن من ايام بسيطه احنا كنا في مدرسه اخرى في حي الجناين المشير احمد اسماعيل، قبلها الشهيد محمد سويلم، قبلها مجمع السادات، وسياده المحافظ نزل بنفسه عدد من المدارس وصل ل 18 مدرسه خلال الاسبوعين اللي فاتوا، بهدف اللي حضرتك بتقوليه ده، التاكد من ضبط المنظومه، رقابه كنترول زي ما حضرتك قلتي، لا ده لازم يبقى موجود، لان زي ما سيادتك عارفه المحافظات بتمارس دورها كسلطه مختصه وفقا للقانون جوه اطار المحافظه. صحيح. استاذه سلمى، رد حضرتك ايه يا فندم في هذه الجزئيه؟ هو بالفعل كما اشار الدكتور عبد الله، الزيارات مكثفه، موضوعات للتوعيه في طابور الصباح يوميا، انا بحرص على ادي صفه او قيمه من القيم الاخلاقيه للطالب في طابور الصباح. احنا الفتره الشهر دوت عندنا احتفالات 24 اكتوبر طول شهر اكتوبر، احنا بنبث روح الوطنيه والولاء للطالب بحيث ان انا ادي له قيمه. معلش، ايه هي احتفالات 24 اكتوبر يا استاذه سلمى؟ ايه هي احتفالات 24 اكتوبر؟ يعني قصدي حضرتك احتفالات 24 اكتوبر ده عيد السويس القومي، وقبليها 6 اكتوبر. تمام. كل يوم طبعا بندي صفه من صفات الامانه والصدق وحب الوطن والانتماء للوطن. ده بيحصل في المدارس يا استاذه سلمى؟ يعني هل دلوقتي عندنا في طوابير الصباح في مختلف المدارس، خلينا نتكلم عن السويس تحديدا، يعني هل بيحصل انه فعلا كل يوم في الطابور الصباحي في قيمه بتتقال للطلبه كده؟ في بالظبط يا فندم، بالظبط ومسجله، يعني في توثيق لهذا الموضوع، مسجله، كل المدارس مسجله هذا، لان الاذاعه الصباحيه، الاذاعه المدرسيه في الصباح بتكون مسجله على شريط فيديو، بتكون في مكتبه المدرسه بنرجع ليها في كل وقت. بشكر حضراتكم جزيل الشكر الاستاذه سلمى الشاعر وكيل مديريه التربيه والتعليم بالسويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس. طب هو المدرس ده يعني ده عامل له توعيه ازاي؟ ده معلم، ده معلم، ده المفروض هو اللي بيعلم، المفروض انت معلم واحنا منك نتعلم. يعني دي جريمه ادبيه وجريمه اخلاقيه، يعني ما اعرفش حقيقي ده. وزي ما حضرتكوا سمعتوا الاستاذه سلمى الشاعر بسالها بقول لها طب هو في التحقيق قال ايه؟ بس والله الواحد عايز يعرف مبرره ايه، يعني الجاستيفيكيشن بتاعه كان ايه، بس مبرره كان ايه؟ فيعني غريب الحقيقه جدا.